رجعنا لكم بعد الفاصل، ومعانا الفقره اللي معانا دايما اللي دايما مجوعانا، مطبخ غاده والشيف دودو. ازيك يا غاده؟ ازيك يا دودو؟ مساكي سعاده يا ماما. ربنا يخليكي يا حبيبتي. هو ليه بتعملي فينا كده؟ الشاورما ريحتها حلوه جدا. قبل ما ابدا بس مع الشيف غاده، عايزه اقول ميرسي لمدام ألفت اللي لفت لي طرحه تربون النهارده، كوافير ساندي ألفت، ميرسي جدا ليكي واللوك الجديد. واحنا على فكره شفناها بالصدفه، وطبعا لإيمي مغربي خبيره التجميل والميك اب ارتست الخاصه باللوك بتاع البرنامج. شادي هتقول ايه؟ هقول ايه؟ ولا إيمي. لا لا هقول كتير بقى، لو مش هقول على الشاورما هتكلم مع إيمي بقى شويه. هتقدم لنا ايه النهارده يا إيمي؟ هنقدم سكراب تقشير برضه. سكراب تقشير لايه؟ للبشره. للبشره؟ اصل في حاجات للبشره وفي حاجات للجسم كله. لا سكراب تقشير للبشره، ما عادي برضه ينفع للجسم كله. تمام. بس النهارده هلمس بقى اصحاب البشره الحساسه. اصحاب البشره الحساسه، دي حاجه مهمه. ده مهم جدا. عملنا قبل كده كذا حاجه وكنا دايما خالطين فيها الليمون. النهارده انا بعزله وبحط مكانه طحينه. بدل الليمون طحينه؟ ايوه. يعني اصحاب البشره الحساسه ما نحطلهمش ليمون. ما نحطش ليمون على اي سكراب او ماسك. طيب احنا هنرجع لك، بس شيف غاده لازم، غاده قولي لي، الشاورما اكله سهله جدا، بيحبوها الولاد، بيحبوها الكبار اللي هو احنا. تمام. طيب انا ممكن اعمل الشاورما ساندويتش لابني او لبنتي في المدرسه؟ طبعا. ويا ترى ازاي احافظ عليها انها ما تبص او ما تغيرش؟ هل بضيف اضافات معينه، بشيل اضافات معينه، ولا زي نفس الطريقه؟ لا، هو انت ممكن تحطيها بقى من غير طحينه او مايونيز او توميه، عشان ده ممكن بيبوش العيش. ونحطها كده ونلف الساندوتش كويس. عايزه اقول لك المقادير نازله على الشاشه يا شيف غاده، ممكن تقوليها معانا. انا بحط الفراخ بقطعها قطع صغيره، لو نص كيلو، طبعا الكميه تقدري تزودي زي ما انت عايزه. النص كيلو عليه حوالي 3 حبات طماطم بقطعهم، وبحط عليها بصلايه كبيره حلوه بقطعها برده، ووحدتين فلفل رومي بقطعهم كلهم. اول حاجه بشوح الفراخ، وبعد كده بنزل عليها بالبصل، وبعد كده الطماطم والفلفل. طب لو بحبها حراقه ممكن احط فلفل حراق؟ ممكن تحطي فلفل حراق، وبحط عليها الملح والفلفل والبهارات بتاعتي. وبعد كده اول افضل اشوح، ممكن لو احتاجت منك حبه ميه صغيرين تحطيهم. طبعا والخل ده اساسي في الشاورما، سواء شاورمة اللحمه او الفراخ. بحط عليها اول ما تستوي، بروح حط عليها، يعني لو نص كيلو فراخ تحطي عليها حزمه بقدونس كامله حلوه كبيره. مش الحزم الصغنونه اللي بتتباع، لا، حزمه كبيره حلوه. وتفضلي تقلبي فيها وتطفي. يعني بعد ما تستوي تحطي البقدونس، تقلبيها تقليبه وبعد كده تطفي. يعني اخر حاجه بحطها البقدونس. ايوه. طيب بعد ما تستوي خالص. بعد ما تستوي خالص انا ممكن ادوق؟ اتفضلي طبعا. بعد اذن الله. بس يا شادي مش هدوقك على فكره. طيب احنا والله حلوه قوي. وانا جعانه وعامله نفسي بدوق على فكره. حلوه قوي يا غاده بجد. طبعا انت مدوق في ساندوتش على فكره. انا بقى مجهزه العيش فتحاه، وحطيت فيه سلطه الطحينه، حطيت سلطه الطحينه عاملاها. وبحط بقى ايه؟ ده ايه؟ ده عيش؟ ده عيش يا شباب والله. عقبال بقى ميداليه تاكل، نرجع تاني لإيمي. السكراب ده سهل ان هو يتحضر، ولا عاوز اجيب حاجه من بره؟ لا لا، هو مكون من معلقتين سكر، معلقتين سكر، معلقتين ميه ورد، ومعلقه طحينه، ومعلقه لبن. بس بس. امال ايه بقى الزبادي والخيار اللي كنت بشوفهم زمان؟ انا عايز افهم. دي حاجه تانية برضه. بس دي مرطبات، يعني دي مرطبات للبشره. قصه الزبادي والخيار دي قديمه معايا انا. بس موجوده وبنعملها لحد دلوقتي. بشوف ناس كتير بتعمل. لا بنعملها، بس انا بعزل بقى. انا ممكن احط الزبادي ومعاه البيض، لكن بعمل الخيار لوحده. يعني البشره تستفيد بيه اكتر ما يكون مع الزبادي. طب يعني انا هستاذنك تاني، علشان اللي بيتفرجوا علينا البنات والسيدات، احنا النهارده إيمي مغربي خبيره التجميل والميك اب ارتست عملت لنا سكراب للبشره الحساسه. لو حضرتك بشرتك حساسه ما تروحيش تشتري كريمات بالوفات. ايوه. إيمي قالت لنا معلقتين سكر، معلقتين سكر، معلقتين ميه ورد، معلقتين ميه ورد، ومعلقه طحينه، ومعلقه لبن. معلقه طحينه ولبن. الطحينه دي جديده جدا جدا، بس بتلطف جدا مع البشره الحساسه، خصوصا احنا عزلنا الليمون. انا
اضطريت النهارده اعمل دوت، لان احنا قبل كده اتكلمت في كذا ماسك دخلت فيه الليمون. فالناس قالت طيب احنا مثلا لو عملنا دوت بشرتنا تلتهب هيحصل فيها ايه؟ عشان حمض السيتريك اللي فيها. بس فقلنا نعمل حاجه لاصحاب البشره الحساسه تكون مختلفه وتفيدهم اكتر ما تبقاش ضرهم. طب عايز اسالك سؤال، هي الطحينه بتشد البشره؟ طبعا الطحينه والبيض مع الزبادي بيشد. بيشد وبيفرد التجاعيد اللي بتبقى حوالين البيض مع الزبادي والطحينه. الطحينه في الماسك ده، ولو هتحطيها على هتخلطيها على اي حاجه تانية برضو كويسه قوي. يعني الطحينه مع الزبادي؟ لا لا، البيض مع الزبادي. البيض مع البيض مع الزبادي، لكن الطحينه لوحدها. الطحينه لوحدها. الطحينه مع السكر، مع السكر، مع اللبن، مع اللبن، مع ميه الورد، مع ميه الورد. وبرده مش هننسى بعد ما بنخلص الماسك دوت او السكراب بتاعنا لازم نقفل المسام تاني باي كريم مرطب. كريم مرطب ريحه اذن. ايوه اهم حاجه. انا بعد اي سكراب بعمله لازم بغسل وشي بميه بارده، ده المعلومه اللي خدناها. أيوة. من ايمي، مش ميه دافيه، لا ميه بارده. وبعد كده بنحط كريم مرطب، وقبل ما انقل لشازي عشان يديه معلومه طبيه. غادة عندي سؤال، هو ايه الفرق ما بين الشاورما السوري والشاورما العادية؟ يعني هو اللي هي مسميات؟ لا بصي، هي تقريبا المكونات واحدة، بس طبعا الشاورما السوري بتتعمل في عيش صاج. الشاورما السوري دايما بيحطوا عليها تومية مع خيار مخلل واللفت، وده دايما اللي بيميز سندوتشاتهم، ان هم بيعملوا التومية معها خيار المخلل واللفت الاحمر. اللفت الاحمر. يبقى اللي بيفرق بس هو نفس المقادير والعيش الصاج والتست اللي بيتحط مخللات او احنا بنحط طحينه هما بيحطوا توميه. لا واحنا ممكن برضو نحط طحينه، ممكن نحط مايونيز، نحط اللي احنا عايزينه. طب هي دي ممكن نقول للساده المشاهدين شاورما ايه؟ دي عليها طحينه. عليها طحينه والله. طعمها حلو جدا على فكره. ده ليه هتاكل هتقعد لبكره؟ ممكن تدوق يا شاجي والله. ممكن تدوق. مكتوب ما كنت بتاكل من شويه على فكره. لا لا ما كنتش باكل دي. ماشي اوكي. تدوق يعني؟ لا شكرا. شادي احنا كنا بنتكلم كده عشان تدينا معلومه طبيه كالمعتاد. والله هو انا ما كنتش محضر حاجه، بس بسببي انا وغاده. بسببك انت وغاده طبعا. حاجه انا عايز اقولها، بس هو فعلا في حاجه بقالها فتره عندي. وخصوصا بتجيلي من الستات، يعني انا بقالي فتره كبيره حتى في المركز كل من ساعه الشتاء، او احنا لسه ما دخلناش في الشتاء. في ستات كتير بتجيلي بتقول لي انا رجلي مش قادره اقف عليها. كتافي مش عارف وجعاني، ظهري في الاخر وجعاني. فاكتشفت بقى ان كل العوامل دي او كل المشاكل دي سببها ان هي بتقف في المطبخ فترات طويله. والوقفه بتبقى سلبيه. ازاي يعني هي تقف تنسى نفسها في المطبخ بالثلاث اربع ساعات؟ لا ده غلط. حضرتك معايا هانم؟ حضرتك لما تيجي تقفي يا ريت تلبسي اول حاجه فلات، بلاش يبقى حاجه بكعب، حتى لو سليبر اللي هو الشبشب ده، لا ما يبقاش بكعب. يبقى فلات، دي اول حاجه. تاني حاجه الوقفه ما تبقاش دايركت مستمره. يعني انا لو هشتغل اوكي هعمل مثلا دلوقتي الغدا، لا يبقى كل ساعه هقفها اريح عليها 15 دقائق، اريح جسمي او اريح رجلي علشان خاطر ما يحملش عندي على العمود الفقري وما يحملش على كعوب رجلي، لان الرجل كف الرجل هو اللي شايل الجسم كله. فتبقى وقفتي مقننه بنسبه، انا هقف ساعه هريح 10 دقائق. ده بالنسبه لالم الرجلين. اخف بقى في الشتاء خالص، لان انا في الشتاء الحرق بيبقى عندي قليل، اخف خالص من الكعوب. الستات اللي بتحب تلبس الكعب الكبير دوت، لا نقلله، مش داليا خالص، مش انا مش داليا خالص. الستات اللي هي بتلبس الكعب العالي في الخروج وفي المناسبات، لا نقلله في الشتاء خالص، لان اصلا العظم بيبقى متحسس من الرطوبة. بس ده حاجه غريبه، انا مختلفه. انا بتعب لما مختلفه في كل حاجه ده اكيد. انا بتعب لما بلبس فلات، ما بهزرش. يعني انا لما بلبس فلات ليه؟ ما هو بتعب، ما بقدرش امشي بفلات. حضرتك عندك فلات فوت؟ لا لا، يبقى مش هتتحسسي او مش هتتعبي لما تلبسي فلات. فلات فوت ده اللي هو بيبقى ما فيش تقوس، ربنا خلق الرجل فيها تقوس، فيها كيرف. لما يبقاش فيها كيرف تبقى هي كلها فلات حته واحده، هتبقى فلات فوت. انت ما عندكيش الفلات فوت؟ ما عنديش فلات. يبقى ايه مشكلتك ان انت تلبسي حاجه فلات حته واحده؟ بتعب، انا بتعب، انا حقيقه انا ما بمشي بحاجه. لا هو في فرق ما بين انا بتعب وفي فرق انا ما اتعودتش. يمكن ما اتعودتش. فما اتعودتش يبقى لا، يبقى لازم على الاقل في الشتاء، في فصل الشتاء الناس تريح رجلها شويه، تلبس حاجات فلات ما فيش اي كعوب خالص، علشان خاطر ما تاثرش عندها على اخر فقرات الظهر وكعب الرجل. اوعدك الحلقه الجايه هجيلك بكوتشي وجينز. اتمنى. امي عايزه تسالي غدا ايه؟
عشان احنا فاضل لنا دقايق على الختام. طيب انا عايزه ادوقي؟ لا لا مش هدوق، لكن دوقي ولا اكيد بقى هقول لك هاكل معاها ايه؟ هتقولي لي بطاطس فارما اكيد يعني، او مكرونه. مكرونه تاني؟ لا لا لا، هي بطاطس محمره. وايه تاني؟ طب المقبلات ايه؟ لا المقبلات ما انا قلت لك ممكن مايونيز، خيار مخلل، لفت مخلل. ليه مستبعده الخضار بقى؟ لا ما ينفعش، مش لايقه معاها. لا انت ممكن تعملي فتة شاورما على فكره. يعني انا ساعات في البيت بعملها لاولادي فتة شاورما. لا انا مش قصدي خضار مطبوخ، انا قصدي خضار سلطه حاجه يعني. لا مش هيمشي معاها غير مخللات مايونيز. لا انا هاكل، بس هاكل برضو السلطات معايا. ماشي ممكن تاكلي سلطات. هي السلطه اصلا مهمه في كل الوجبات. لكن تستغني عن العيش خالص وتعمليها فتة شاورما، تعملي رز بسمتي. امسك هنا فتة الشاورما. احنا هيبقى بنفس المقادير الفراخ؟ نفس المقادير. في اي حاجه انت بتعملي الشاورما لوحديها وبتعملي الرز لوحده. فالشاورما بتعمليها خالص كانك بتسويها لوحديها. بتعملي الرز البسمتي بتاعك الاصفر، بتحطي عليه البهارات والكركم والحاجات هي اللي بتحطيها. بصي يا غدا، وبعد كده بتحطي الرز والشاورما فوقيها. بعد اذنك يعني، عشان الرز البسمتي انا بعشقه. فعايزين ندي للناس وصفه كده بسرعه انا بعملها، يعني هي مختلفه شويه عن اللي بتعمل في مصر. الرز البسمتي اول حاجه معلومه عايزه اديها لكم، كل ما يكون اقدم في الانتاج كل ما يكون احسن، يعني كل ما تجيبي الرز القديم كل ما يكون احسن. حبايه الرز الصفراء الغامقه في الرز البسمتي احسن بكتير من الفاتحه. تمام. الرز الهندي احسن من الباكستاني. كويس. طيب انا هديكم بعد اذن الشيف غاده طريقه. احنا هنجيب كده ننافس بعض على فكره. بعد اذنك. بعد اذنك. هنجيب بصلايه ونجيب جزرايه، هنبشرهم الاثنين وحبه زبيب. هنبشر البصله ونحمرها لغايه ما يبقى لونها بينك بامبي، مش كده؟ وبعد كده نحط عليها الجزر، بعد كده نحط الزبيب. حطي الميه تقريبا كل كوبايه رز بسمتي بتاخد كوبايه ونص لكوبايتين ميه. ده لو مش نقعاه. لا ولو نقعاه. لا لو مش نقعاه. ما انا هقول بقى هقول الحته دي بقى. هو لازم يتنقع على فكره علشان يطلع النشا اللي فيه. بالظبط. هنقول الحته كده دي كده بتقللي نص الكربوهيدرات اللي حتى فيه. لو نقعاه من كوبايه لنص الكوبايتين. هنحط طبعا البهارات، ولو عندنا اللومي الليمون الناشف ده. طبعا ده اساسي في الرز. هتحطي الرز في الحله، اوعي تغطيها، مش زي الرز المصري. هنا بقى الحته التكه، هنسيب الحله مفتوحه لحد ما الرز البسمتي يتشرب، يبتدي الميه بتاعته تقل. هوطي النار واغطي الحله ربع ساعة والف هنا. ايه رأيك يا شيف شاطرة؟ جميل. خديني معاكي. خديني معاكي من ايدك بقى. يلا يا عايزة كلها من ايدك كده. المرة الجاية اعمل لكم رز بسمتي ان شاء الله. ان شاء الله. لا في برضه حاجة اخيرة. ايمي سوري قالت حاجة مهمة. ان السلطة مهمة في اي اكل. وجبة دسمة زي كده بيبقى فيها نسبة كوليسترول عالية. السلطة الياف بتاخدها وتنزل. اي حاجه خضراء بناكلها بتمتص الكلام ده كله. ده الفراخ برضو فيها، ما هو الفراخ فيها دهون برضو. دهون. انا عارف ان اكلك صحي وعارف ان انت بتحطي نسب معينه في الزيت وفي السمن. بس انا بتكلم في المطلق ان الالياف انت رايحه بيها فين. الالياف بتاخد الفاتس الدهون، بتاخد النشويات، بتاخد السكريات. حتى لو كلت بعد كده حاجه، لا في الياف في المعده لسه بتتهضم، بتاخدها وبتنزل. فلازم السلطه بتبقى معانا على الاقل في وجبه في اليوم، هي تبقى معانا في الغداء، تبقى معاك في العشاء. امي قبل ما نختم، احنا لسه عندنا وقت ما شاء الله، الحلقه النهارده ربنا مبارك فيها. عايزينك تقولي معلومه في دقيقه كده عشان احنا هنختم. معلومه في دقيقه. ايه الطحينه بتعمل ايه؟ لا انا كان نفسي اتكلم على الماسك القرفه بالعسل. القرفه بالعسل. نفسي الناس تجربه حاجه يعني. قرفه وعسل، بس معلقه وملقه، بس معلقه كبيره قرفه، معلقه صغيره عسل. نعجنهم ببعض. وتبقى تقيله كده وتتفرد على الوش برضو بالمساج قبل اي سكراب او ماسك. الله. شفت المساج دخل في كل حاجه. طبعا. احنا بنسوق لساجي عشان لازم ننشط الدوره الدمويه، عشان اي حاجه انا هحطها البشره تتقبلها وتديني النتيجه اللي انا عاوزاها. الله. بتعملي مساج للبصل؟ طبعا. لازم حركه دائريه كده على الوش كله قبل ما بحط اي ماسك او سكراب. شيف غادة، عايزينك كده تاني قبل ما نختم تقولي برضو معلومة لستات البيوت. أنا أقول لهم بالنسبة للشاورما، لو هم حابين يحطوا المكونات دي كلها على بعضيها قبليها بيوم، كل اللي يسيبوها في التلاجة تشرب من بعضيها، وبعد كده يحطوها
اللي يجيبوا الطاسة فيها الزيت السخن وينزلوها عليه ويشوحوها بتبقى تحفة، بتبقى شرب من غير البقدونس. لا من غير البقدونس، البقدونس يعني انا هحط الفراخ والخل والطماطم والبصل والفلفل والملح والفلفل الاسود والبهارات وانقعهم قبلها بيوم وبعد كده اتويها. والخل طبعا والخل. ده اساسي الخل. طب في احيانا الناس بتحط زبادي، ده حلو؟ لا ده الزبادي ده بيعمل ده زبادي ده لو عايزين يطروا دي دايما في المشويات مش وقت الحلقه خلص، يا ريت بس ان الناس تشوف معانا سندوتشات الشاورما. ساعدنا بوجودنا معاكم. الحقيقه احنا الحلقه ال11 فاضل لنا حلقه ونخلص موسم، هتوحشونا وهنفكر اكيد في افكار جديده للموسم الجديد. نتمنى منكم ارائكم وطلباتكم للموسم الجديد، عايزين تشوفونا فين او في ايه. هتوحشونا للاسبوع الجاي، استنونا اوعوا تروحوا في اي حته. 60 دقيقه حياه، شادي غالي، غدا عادل، ايمي مغربي، داليا غازي. مساكم سعاده. ترجمة